ديمقراطيتنا ونفتح المدارس لا للتعليم فحسب ولكن للتعليم والعمل. ديمقراطيتنا أن نفتح المستشفيات لا للعلاج ولكن للعلاج حتى يمكن أن نعالج ونسترجع مواطنين أكفاء يمكنهم العمل بسواعد وبأفكار. نعرفوا على أنه فإحنا عندنا غزو أمامنا، غزو سلمي، وهو إنعاش هذه البلاد بجميع الوسائل، وخا نعرفوا نخليوا فيها روحنا وقاتنا وصحتنا كيف ما كان الحال، هذه البلاد كتب عليها الله أنها تنجح بجميع الوسائل. كل واحد فينا عنده فعلا مشاكله الخاصة وعنده أسرة ديالو الخاصة وعنده وهذه المشاكل ماشي هي غير نتاع الفلاح الصغير. النهار اللي يفقد المغرب هذيك العبقرية ديالو الخاصة غادي يرجع جسر، غادي يرجع قنطرة فقط تدوز عليه من جهة إلى جهة، الحضارات والعلوم والفنون، ولكن غادي يكون جسر نتاع ديك الماده اللي اعتاعيت لها البوليستير ما تشرب والو، باقي الجسر نتاع الحجر تشرب الماء او تشرب الزيت حتى لما تسبهاش ودوزتي على الزيت الحجر على الزيت تتشربه، ولكن الماده نتاع البلاستيك ما تشرب والو، تتكون ماده عريانه بدون شخصيه ولا روح. فإذا احنا بقينا هكذا غادي نصيروا جسر نتاع البلاستيك، ما يمكن اللي داز علينا او رجع علينا ما نكتسبوا منه ما يكتسب منه. لذا قررنا على ان الحمله غادي تبدا في الاسبوع المقبل نتاع المسايد، وقررنا على ان التلامذ غادي يدخلوا من سن 5 سنين الى سن 7 سنين، وقررنا على ان كل تلميذ دوز عامين في المسيد الا وعنده ورقه اسبقيه للدخول نتاع المدرسه. مسكين وصل العظم شافوها في وجهي، سمعوها من كلامي وتشبعوا بها من الرنه نتاع الصوت ديالي. واش المغاربه رجعوا خفاف؟ رجعتوا دراري؟ وصلنا لهذا الحد؟ وصلنا لاش؟ باش بواسطة إما الأطفال أو الأوباش. الأوباش نادور حسيمة تطوان قصر الكبير، الأوباش العاطلين اللي عايشين بالتهريب وبالسرقة، واستعملوا في مراكش كما هو الشأن عند جميع المشاغبين، استعملوا الدراري الصغار هما الاولين نزيدوهم في المظاهر. واسيدي انا تنقول لك دوك العباش راه مشاو للحبس، والدراري خصهم يعرفوا هاد الدراري والطلبه والتلاميذ راه من اجلهم باش غلات المعيشه، لا باقيش يعاودوا يتمازحوا معنا، راه الامر تعطى باش حتى هما يجري عليهم ما يجري على الكبار. وتنقول الاساتذه راه معروفين انهم اللي تيقولوا يديروا الاضراب ويخرجوا للزنقه، على ان الاساتذه راه منهم الكثير تدحى. خص الاساتذه يعرفوا انه في المستقبل غادي يجي عليهم القانون، القانون اللي هذه مده وحنا عايشين عليه في الحمايه، واكدوا الاستقلال، وانه المروج تاع اكاذيب او القائم باعمال من شانها انها توقع خلل بالامن العام راه ما تيتعاملوا اقصى معامله. تنذكركم تنهضر واحد النهار مع سيدنا الله يرحمه، كان تيقرا الجرائد نتاع المعارضه، قلت له سيدي واش سيدنا خصو يكون منطقي مع نفسه وفتح، ودابا سيدنا الا كنت مثلا هابط للمدينه تصلي وقالوا لك راه مليون ديال الناس موقف في الطريق، 800,000 غادي يقولوا يحيى الملك و200,000 غادي يسفروا،
بعد اللي بقيت نعقل خلى اخويا ما نهبطش. هادي الا كانت هادي وقت قلت الحياه وقتك هادي ما انا بعد ما نهبطش. يو انت شنو نعمل سيدي العرض بان الاغلبيه غتقول يحيى والاقليه غتقول يسقط نهبط. وما حدي غادي في المشروعيه دوك اللي قالوا يسقط يخلي دار باباو بكل صراحه. اذا نكونوا عافاكم متفقين على شيء. والناس ديال الشمال راه عرفوا ولي العهد وحسن ما يعرفوش الحسن الثاني في هذا الباب، يعرفوا الحسن الثاني اللي مولفين به. ما انا تنعرفوه ما تعرفون كيف يا عم اهل مراكش. انا كنت مقرر نمشي نرتاح في مراكش ما بقيتش غادي عند مراكش. ماشي خايف منهم، خصهم يرجعوا الى عنغيهم. والسلام عليكم ورحمه الله.